فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتقرير من هذا الحديث قوله خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. ثم مضى رحمه الله يشرح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة المظاهر التي نهينا عن التشبه بالكفار فيها، سواء كانوا من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو الأعاجم، من جملة ذلك مسألة اللحى والشوارب. لما كان هؤلاء أو كانت هؤلاء الطوائف تعاكس الفطرة وسنة الرسل التي هي إعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وإحفاء الشوارب، فكانوا على العكس يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم وأن نبقى على سنة الفطرة وسنة الأنبياء من إكرام اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب وجزها، وهو المظهر الجميل والمظهر الحسن الذي يوافق ما عليه الرسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاكسة ذلك فمع كونه تشبها بالكفرة هو أيضا تشويه للخلقة وتشويه للوجه، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان الشيطان تعهد فقال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، نفذ تعهده في هؤلاء فاستجابوا له، وبقي أهل السنة وأهل الاتباع ولله الحمد يتمسكون بسنة الأنبياء ويخالفون طوائف الكفرة والمشركين فيعفون لحاهم ويوفرونها ويحفون شواربهم ويجزونها.